يعني الشيء اللي مغير حاليا بجلسة نهار الخميس انه في اطراف مسيحية اساسية على ما يبدو انه ماشي بالجلسة، وبالتالي هيدي تكسر حدة الانقسام الطائفي حول النظرة للجلسة التشريعية. ما هو هيدي النقطة بالتحديد عملت صراع مسيحي مسيحي داخلي، هلا بنحكي عنه، بنحكي مع صحيح بس نفس القوى السياسية هي ذاتها اللي بمرحلة من المراحل مشيت بجلسات تشريعية اليوم عم ترفض، ونفس القوى اللي بمرحلة من المراحل رفضت الجلسات التشريعية اليوم عم بتقول بدها تمشي. يعني إذا بتاخذ القوات والتيار الوطني الحر، عم بحكي بالقوى المسيحية اللي هي بتعتبر حالة معنية بمسألة الجلسة التشريعية سواء بمجلس النواب أو أي جلسة حكومية. عم تقول إنه القوات حضروا جلسات بوقت هلا بيرجع كمان بيأكدها أستاذ جورج عقاس، بوقت ما كان الرئيس تمام سليم رئيس حكومة تصريف أعمال بظل الفراغ الرئاسي أقر قوانين معينة، أظن إذا مني غلطان بيرجع بيأكدها أستاذ جورج، القوات اللبنانية شاركت بجلسات تشريعية في تلك المرحلة تحت اعتبار تشريع الضرورة. هلا خلينا نتفق على المبدأ، هل الجلسة التشريعية بالمبدأ بظل الفراغ الرئاسي دستورية أو لا؟ ما هو الضروري؟ ساعتها بنبحث فيه، بس بالمبدأ انعقاد الجلسة، لأنه في وجهة نظر بتقول، وكنت عم تتفضلي حضرتك تحت الهواء وتذكري بوجهة نظر رئيس حسين الحسيني دستوريا من مسألة الجلسات التشريعية، في وجهة نظر بتقول أنه لا يجوز التشريع بظل الفراغ الرئاسي يعني، وبالتالي بيكون مجلس النواب منعقد فقط لانتخاب الرئيس ولا يجوز أن يقوم بأي أمر آخر. فبالتالي هون علينا أولا نحسم الجدل والنقاش دستوريا، هل يحق لمجلس النواب أن يشرع للضرورة؟ ساعتها بنبحث ما هو الضروري، وإذا 60 بند اللي مطروحين هلأ على جلسة الخميس كلهم تشريع ضرورة أو لا، أكيد مش كلهم تشريع ضرورة، بس أنه في جدول وبيتم الانتقاء منه شو هو الضروري. بس على رأس الجدول هو الكابيتال كنترول، في الكابيتال كنترول في مسألة التمديد لل صحيح، بس عم نحكي عن أول بند. هلأ ممكن بيقطع أول بندك، شوف من بعده كيف يبلش التسرب المدرسي من أو التسرب النيابي من القاعة. يعني هو بده يقر جدول الأعمال بهيئة مكتب المجلس، يعني بكرة التنين جلسة حاسمة لتحديد البنود، جدول الأعمال وبنود ساعتها بيتم الجلسة. الاختيار بين هالستين بند أيهن هن تشريع ضرورة وينضوا تحت إطار تشريع ضرورة. نحن بالمبدأ حضورنا للجلسة نهار الخميس بنعتبره طبيعي، لأنه نحن ولا يوم أمننا بمسألة المقاطعة لأي جلسة إلى طابع دستوري أو قانوني. أوكي. هلأ شو منناقش بالجلسة أمر آخر، جدول الأعمال، القوانين بنعتبرها ضرورية ما بنعتبرها ضرورية، هذا من بكرة عندما يحدد جدول الأعمال بهيئة مكتب المجلس. هناك اجتماع للكتلة على الأرجح الثلاثة يعني قبل نهار الخميس لتحديد كل هذا المسار بالنسبة لنا، ويكون موقفنا واضح من مختلف. أوكي، بس موقفكم بحضور الجلسة محسوم وواضح. طيب كنا عم نحكي عن الدستور والاختلاف بتفسير الدستور. اسمحي لي بنقطة هون قبل ما نقطع عنها، قبل ما نرجع للتفسير الدستوري، اللي عم بيطالبوا بمقاطعة الجلسة. طيب في 46 نائب عم بيطالبوا بمقاطعة الجلسة، مضيوا عريضة أو بيان، مش هن نفسهم هؤلاء النواب أو جزء كبير منهم كان عنده الحضور كناشطين بالأول أو بأطر سياسية مختلفة، كانوا ينتقدوا حزب الله وينتقدوا التيار الوطني الحر وينتقدوا كل الناس اللي بتعطل جلسات مجلس النواب أو جلسات الحكومة على اعتبار أنه هذا مخالف للدستور. منتذكر وقتها أنه سكروا المجلس سنتين. أوكي. وقت تماما، وكل هذا الفريق تقريبا ومنهم نحن ومنهم حتى القوات اللبنانية انتقدوا هذا المسار اللي أخذوه فرقاء سياسيين بالبلد. طب نحن بنرجع بنجي من نزحط نفس الزحطة بهذا الاتجاه، بس في وقتها كانوا يقولوا لك يعني الموضوع سياسي وموضوع ضغط وموضوع أحادية وموضوع مصادرة السلطة والصلاحيات، هيدي عناوين سياسية، هيدي شعارات سياسية. نحن في عنا مشكل حقيقي دستوري ولا كله بالسياسة؟ عشان هيك مسألة الدستور ما بيجوز أنا أتعاطى معها بمرحلة، هلأ بنسبتني بتعاطى معها بهذا الاتجاه، مش بنسبتني بتعاطى معها باتجاه تاني.